عنده واحد عنده حجرات عنده شغلات طالع لفوق بيقول لك 20 ورقه 30 ورقه 50 من هنا خلت تعيش. في ناس عم تجي وبتمشي قبلنا وكل ساعتين اللي يمشوا واحد ما في عمل ما في سرعه بالعمل يعني. نحن يا باب الله شو بدنا نشتغل؟ عنا العربية عم تعيش من وراها. نحن جماعة درويش يا باب الله، بس بدنا ناكل بس خبز، ما بدنا ناكل لا لحمي ولا فرو. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث الناس. حلقتنا اليوم عن مشكلة انقطاع رواتب المعلمين المتطوعين وخاصة معلمي المرحلة الثانية، ونفذوا عدة وقفات احتجاجية وإضرابات حتى يطالبوا بحقوقهم. خلونا نسمع كلام المعلمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هاي ايش بتشتغل حضرتك؟ مدير مدرسة. طيب احكي لي ايش سبب الوقفة هاي؟ ايش عندكم مطالب؟ المطالب يعني بتبدأ من كل شيء. مطالب لتحسين العملية التعليمية كمدارس كبنى تحتية في المدارس كرواتب المعلمين. يعني المعلم شلون بده يعيش يعني ما في عنده أولاد ما في عنده عيلة. يعني الأمور زادت عن حدها كثير وبعدين طوعنا بما فيه الكفاية. وصار لازم بالتقالي حل يعني خصوصا انه صارت دولة في إلها موارد وفي إلها مداخل والحمد لله على كل حال. يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وين مدرس حضرتك؟ في مدرسة البيان تابع لمديرية التربية حماة الحرة. ايوه ايش عم تعمل هلا هون؟ طبعا نحن جايين نوصل صوتنا للمنظمات للمعنيين بالأمر للحكومة للوزارة. صارنا 3 سنين عم نعمل بشكل تطوعي أو أكثر، عم نحط حق البنزين من جيبنا ولا حياتي لمن تنادي، فجايين نطالب بأبسط شيء من حقوقنا هو الراتب لكي نستطيع أن نستمر يعني في العملية التعليمية. الله يرزقك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين مدرس حضرتك؟ مدرسة البيان وتربية حماة. طيب احكي لي ايش سبب الوقت اليوم؟ نحن اليوم وقفنا وقفة احتجاجية أمام التربية لحتى يصل صوتنا للحكومة، حكومة الإنقاذ على وجه التحديد، لحتى كون هي المسؤولة عن التعليم تأمن رواتب للمعلمين. بالدرجة الثانية نوصل صوتنا للمنظمات الإنسانية العاملة بالمنطقة، يجب أن يكون الاهتمام منصب على صلب التعليم وليس على الحماية والدعم النفسي والأمور الثانوية. الله يعطيك العافية. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك خاي؟ أهلا وسهلا. إيش بتشتغل حضرتك؟ أنا المنسق العام للهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين. احكي لنا إيش سبب الوقف اليوم؟ الوقفة هي إيصال صوت المعلم المتطوع إلى حيث يجب أن يصل. طبعا نحن لا نقول لمن يتألم لماذا تتألم، يجب أن نسمع صوته ونحاول تخفيف الألم عنه. طبعا الكلام موجه لكافة عناصر المجتمع كلهم في مكانه. والله سبب الوقف اليوم هو أن نوقف مع زملائنا المتطوعين، نطالب بحقوقهم بكرامتهم. نطالب. بفهم من الحكي انه حضرتك مالك متطوع. انا اعمل بمديرية التربية. نعم. ولي شرف وقف مع زملائي المتطوعين لانه المعلم هو اساس بناء المجتمع وهو القدوة في المجتمع، ونحن اذا اسقطنا القدوة واسقطنا المعلم معنى ذلك انهيار للعملية التعليمية ونشر الجهل في المجتمع. وهالشيء هذا طبعا يعني ما حد بيأيده سواء كان يعني انسان عاقل او انسان مجنون. لذلك الوقوف مع المعلم هو واجب وطني، هو واجب إنساني، هو واجب ديني. لذلك نطالب كل من يستطيع أن يقدم دعم للعملية التربوية والعملية التعليمية من مؤسسات مجتمع مدني، من حكومات، من المنظمات الإنسانية التي تدعي الإنسانية. طبعا نحن وقوفنا هون وقوف إنساني، لذلك نطالب المنظمات التي تدعي الإنسانية بأن تقدم الدعم لهذا المعلم، لإخراج هذا المعلم لنشر العلم والمعرفة. الله يعطيك العافية. الله بدري جيد شكرا كثير لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين مدرس حضرتك؟ هيئة تأسيسية لنقابة المعلمين. نعم. إيش سبب الوقف اليوم؟ إيش عم يصير اليوم قدام مدير التربية؟ اللي عم يصير اليوم وفاة المعلمون المتطوعون من كامل أرجاء محافظة إدلب زائد المديريات التربية الموجودة شمال غرب سوريا من الصباح الباكر في البرد القارس ليقولوا للجميع بأن الجوع والجهل يفتك أكثر من البرد القارس. الله يجزيك الخير. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كينا إيش الوضع إيش المشكلة؟
والله المشكلة إنه ما في مشكلة، لأنه نحن سبحان الله صرنا 3-4 سنين ما حدا مكتال بعلبتنا مثل ما بيقولوا يعني، ولو إنه باللغة العامية. صرنا 4 سنوات بدون رواتب إلا من رحم ربي، صرنا نشحد، انفقرنا، إيش بدنا نحكي؟ والله مأساة، وما حدا عم يقلنا ليش، وسبحان الله نسأل الله العفو والعافية. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين بتدرس حضرتك؟ عبد الكريم العدقاني، ثانوية. بدرس ثانوي؟ نعم. ما في دعم للثانوية يعني؟ أنا هون مكان. ما في دعم، لا. الدعم منقطع من فترة منيحة. وعمل تطوعي صار له أكثر من سنة. وسنوات بيكون في دعم، سنوات ما بيكون في دعم. والعمل مستمر على هذا الأساس، لكن ضاقت، يعني ما ضل. يعني هلا الكل عمل لازم يكون مقابله اجر لحتى واحد يقدر يتحدى ظروف الحياه. مديريه التربيه رواتبها كلها ماشيه، بينما معلمي التربيه يلي هن تحت كنف التربيه ما في رواتب لاكثر من 5000 متطوع. الصبر انتهى، الصبر انتهى، نفذ الصبر. نعم، الله يرزقكم. بارك الله فيك. خيش بتطالبوا انتم كمعلمين؟ منطالب بأبسط حقوق أي إنسان يعني. هلا الراتب في البداية هو مو لأكثر من حفظ ماء الوجه، يعني غلاء المعيشة هون بيفرض علينا إنه يكون عنا أقل. أنت ما بدك ترفه قصدك بالراتب؟ ما بدك ترفه؟ لا أكيد ماني مترفه، يعني أنا بس أدفع أجار البيت وشوية ربطة الخبز يعني. هذا حق، هذا يعتبر شيء من أبسط حقوق الإنسان يعني. أضف إلى إنه الحقوق مو بس مادي، يعني المعلم عم بيعاني من الظلم مو بس المادي، على كل الأصعدة. اجتماعيا منزلة المعلم انخفضت بشكل رهيب جدا، بشكل مخيف. المعلم يعني هو الباني المجتمع، هو البني الأساسي في بناء المجتمع. إهمال المعلم بهذه الطريقة أدى لتفشي أمراض خطيرة في المجتمع يعني. إيه سبحان الله يعني. الله يجزيك خير. حقوقنا مو بس حقوق المادية يعني، المادي وغير المادي. شكرا. أمر آخر، في مشكلة بالتربية، يعني بدل ما قائمين على أمور التعليمية والتربية تلاقي حل لمشاكل المدرسين، منشوفها تستخدم لغة التهديد والوعيد والفصل والاستبدال وبدل تماما. يعني المدرس عندهم أنه هو فين يستبدله في أي وقت، فين يفصله في أي وقت، علما أنه يعمل متطوع. فبدل ما يبحثوا عن الحلول بيفكروا بسبل العقاب. فهي كمان ايضا مشكله من مشاكل اللي نحن بنصادفها، رغم انه نحن اساتذتنا كلياتهم يعني قائمين بالامر وبيشتغلوا بدون اي مقابل، بيحس المسؤوليه، لكن كمان هاللغه هي لغه مرفوضه تماما. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى مكتب الأستاذ ماهر الحمدو مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية والتعليم بإدلب للحديث حول مشكلات التعليم الأخيرة، وخاصة مشكلة إضراب المعلمين المتطوعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أستاذ، حياك الله. هناك إضراب لمعلمي الحلقة الثانية عن التعليم في عدد كبير من المدارس بسبب انقطاع الدعم مدة طويلة، هل ستستجيب الحكومة لمطالب المعلمين لاستئناف عملهم في التعليم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابا لسؤالك أخي الكريم، بالنسبة للمدة الطويلة لا يوجد هناك معلمين متطوعين لمدة طويلة، تحديد المدة يعني لا تتجاوز السنة. وبالنسبة كحكومة ووزارة التربية وتعليم وضعت خطط عدة في منذ بداية العام الدراسي 2021-2022، ممكن الحديث عن هذا العمل الذي قامت به كوزارة من لجان وتواصل من أجل تأمين الدعم للمعلمين المتطوعين أو المدارس الغير مكفولة من قبل المنظمات. تمام أستاذ، سمعنا أنه فترة الانقطاع حوالي 3 سنوات. أخي الكريم، بالنسبة ل3 سنوات لا يوجد هذا المدة، بالأصل المدة طويلة، لا يستطيع أي شخص أن يستمر تطوعا مدة 3 سنوات. يعني ممكن نقول منذ بداية العام أو بالفصل الثاني بالعام الذي قبله كان هناك عدة مدارس مكفولة وتم
قطع الكفالة عن هذه المدارس. تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للتواصل مع المجتمع المحلي والمجالس المحلية على كافة المحرر. تم من خلال هذه العملية والتواصل تبني عدة مدارس في عدة أماكن على مستوى المحرر. الأكثر كانت الأكثر استقرارا طبعا، وتم تبني رواتب للمعلمين المتطوعين من قبل هذه المجالس والمجتمع المدني. اثنين، تم توجيه مديريات التربية كافة على مستوى المحرر بالتواصل مع المنظمات العاملة في المحرر، وتم تبني كبداية فصل ثاني مشروع لا يقل عن 150 مدرسة في منطقة الجسر. كانت منظمة تبنت هذه المنظمة لك لا يقل عن 20 مدرسة حاليا كبداية مع بداية فصل الثاني من 150، والعمل مستمر من أجل استكمال هذا العدد كاملا. يعني إن شاء الله المشكلة في طور الحل. نعم طبعا، هذا الكلام نتكلم عن حلول لهؤلاء المعلمين المتطوعين الذي هو أساس العملية التعليمية التي يجب أن يكون له راتب استقرار مادي حتى يستطيع هذا المعلم الدخول على الصف وأعطاء كامل جهده وأنجاح العملية التعليمية بشكل عام. استمرارا، وبالنسبة لعمل الوزارة أيضا تم تبني مشاريع تدعى مشروع التعليم التعويضي. هذا المشروع بالنسبة يتم تبني الأقل قدرات والضعفاء مساء وليس بالدوام الصباحي، ولكن هنا الفكرة أن هذا المشروع التعويضي يتم حصرا أخذ المعلمين المتطوعين. يوجد عدة مدارس على مستوى المحرم منذ بداية الفصل الأول تبني منظمات مشروع التعليم التعويضي وتم أخذ المعلمين المتطوعين في هذه المدارس حصرا. أستاذ، رغم كل هذا التبني إلا أن هناك أعداد كبيرة من المعلمين هي لا زالت خارج الدعم، صحيح؟ طبعا هذا الأمر كما قلنا سابقا أنه يوجد منذ تقريبا سنة مدارس لم يتم كفالتها من قبل منظمات، ولكن كوزارة أيضا وكمديريات تربية بالشكل مشترك وتعاوني تم أعطاء منح إن كانت وزارية أو عن طريق المديريات التربية. يعني بالفصل الأول منحة من الوزارة ومنحة من مديريات التربية كافة في المدارس المتطوعة. مثل ما سمعنا في خطوات عم تمشي فيها وزارة التربية لحل هاي المشكلة، وبدأ العمل لإيجاد حل إسعافي تمهيدا لتلبية مطالب كافة المعلمين إن شاء الله. نتمنى يكون هذا الكلام واقعي وعم يتم العمل عليه. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قريبة إن شاء الله.